نختم مع خبر يبدو أنه بدأ كمقلب فاضح أو بدأ بمقلب مضحك مفروض، ولكن انتهى بشكل سيء في صربيا. أعتقد أنه انتهى بكارثة بالنسبة للبرامج اللي هي البرامج المقالب هذه يعني تحديدا. هو طبعا رئيس الوزراء إيفيستا توجه بدعوة إلى التلفزيون الصربي، وعلى أساس أنه يعمل لقاء معهم تحت مسمى برنامج المهمة المستحيلة. لكن اكتشف أنه البرنامج في النهاية تقدم عارضة لمجلة بلاي بوي، وهو كان طبعا هي شبه عارية، وطالب بعدم إذاعته. بالرغم من ذلك أذاعوا البرنامج أو الفقرة اللي كان هو موجود فيها، ما أدى إلى أنه يقاضيهم أو اتخذ ضدهم إجراءات قانونية. في النهاية هو رئيس دولة، لدرجة أنه بصدد عرض هذا الموضوع أو إيقاف مثل هذه البرامج في نفس مجلس الوزراء، يعني وصل وصل الى وطالب بوقفها. يعني هم صراحه هي كانت لبسه من غير هدوم هذه. على العموم نود ان نشكر الزميل ايمن اليامي. شراب يقول عادل امام في المسرحيه انه فتح الباب لقاها لابسه شراب طويل، بس يعني شيء زي كده. على العموم ايمن اليامي زميلنا من العربيه نت، شكرا لتواجدك معنا اليوم، وعلى وجهك يعني بدا شوي النور يطلع. خليك جالس معنا، الجو حق كتابه تحت المطر يعني. يا عيني انا من الاول بقول خلونا نروح، ما حد راضي يسمعني. على العموم شكرا يا ايمن. العفو.